السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نرفقكم سفارة ليبيا في إندونيسيا أو رقم السفارة الليبية في إندونيسيا. رقم التليفون هو 00621 31 93 5 3 0 8. يبقى تاني، رقم سفارة ليبيا في اندونيسيا او رقم السفارة الليبية في اندونيسيا 00 622 131 93 5 3 0 8. بكده بنكون اوضحنا لحضراتكم الرقم. ان شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.